سلام خواتاتي، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ صحتكم بخير؟ خواتاتي، اليوم جيت نشارك معكم الكيكه. الكيكه عندي هنايا، كاين هنايا كاس عبرتو ديال هذا الحجم، هذا ديال الشوكولات هذا، وهنايا عندي كاس ما عمرش ديال السكر. علاش ما عمرتوش كاس ديال السكر؟ حيت عندي معلقه هنايا ديال كوفيتير كبيره، وعندي هنايا جلود ديال البرتقال والحامض، المانجو غنزيد نديرها واحد شويه، وعندي هنايا ديال دانون ديال المشمش، وجوج خميرات، وفاني، وثلاثه البيضات، وعندي الخل. دائما الخل انا تنخدم به الكيكه. هاد الشوكولات انا نديرو في الحشوه ديال الكيكه، ما غنديرو لا الفوق لا والو، غندير الطبقات تنديرها تيجي الوسط. ودابا بقاو معايا اخواتاتي حتى غدا نوريكم الطريقه كيفاش ندير. الزيت كنت باقا ما حطيتوش، حتى هو نجبدو نحطو. ودابا غدا نبداو بالسكر. السكر انا ما بغيتش نقوي الحلاوه، لحقاش طامر بالشوكولات، وغندير معلقه ديال الكوفيتير كبيره، هذيك هي اللي ما خلاتنيش نعمر الكاس ديال السنيده. عاوتاني الحلاوه بزاف ضاره للصحه، الواحد ما خصوش يقوي منها. حتى بلا قويتي من هادو خصك ما تقويش من حوايج اخرين، وانا حاولت نتفاداها نقص من الحلاوه. ودابا خواتاتي راه كان التليفون تيصوني حبسته، ودابا انا عاد رجعت معاكم، غنستمروا هنايا التخلاط نخلط. ودابا ملي خلط بحال هكايا غادا نضيف هاد المعلقه ديال الكوفيتير حتى هي باش نخدمها، وندير هاد القشور ديال البرتقال تا هما ينيت. ثم تتخلطو تزيدو حاجة بحاجة، تشوفو بحال هكايا. ودابا هنايا غادا نزيد الكاس ديال الزيت نديرو، تندير الكاس هنايا، وداكي الكاس متنديروش في دفعة واحدة، تنبقى شوية بشوية. تبقاو بحال هكايا حتى تكملو التخلاط كامل، باش يتخلط مزيان وماتيعذبكمش التخلاط. دابا غنديرو هاد العلبة ديال الطانو، تخدمو مزيان. نجبد واحد المعيقة، ندير واحد الرأس معلقة ديال النكهة ديال المانجو، غتعطي واحد المذاق والله إلا زوين، جربو وتردو عليا، غتيجي زوين، الريحة فيه يا سلام. وراه كاينة النكهات كاملين ديال القهوة وديال هدا. ودابا خواتاتي انا غادي نشدو غنديرو بحال هكايا، عندي انا يد الشوكولات كلش ما تيقول لي الشاعر يد الشوكولات كلش شنو تيسميه. ودابا كي تشوف خواتاتي صافي، دابا رانا كملتها، وانا غنديها للفران
الفران راه دائما قلت لكم انايا الكيكه ديالي تكون فران طافي، راه ما نشعلوش حتى تندخلها، ونتلاقاو ملي تطيب ونوريكم كيفاش جا الشكل ديالها. اخواتاتي دابا هي ملي طابت انا حيدتها من الاناء ديالها، انتم ممكن تشوفوا راه تجي واحد الهشه زوينه زوينه ما نقولش لكم عليها، ودابا انتم غادي تشوفوها بعينيكم اللي غنقطع لكم. هي راه بدات تقطع سخونه حتى تتبرد، ولكن انا غنقطع لكم بعد تشوفوها. دابا انايا غندهنها بالكونفيتير، عندي انا ديال المشمش وراه تجي زوينه. انايا غادي نديرها بالكوك من الفوق حيت فيها الشوكولاط من الداخل، وكل باش بغيت تزينو كل على حساب الذوق ديالو. انا تيعجبني كوك في كيكه. دابا خواتاتي انا راه دهنتها بالكوفيتير من الفوق، كنتي تشوفوا بحال هكايا راه دهنتها كامله. ودابا هنايا انايا عندي الكوك غادي نديرو، دابا انا ملي خواتاتي دهنتها ودرت لها الكوك، دابا انا غادي نقطع لكم واحد الطريف غادي تشوفوها كيفاش تجي. هي راه تتقطع حتى شويه باقا سخونه، ولكن انا قلت نقطعها ونوريها لخواتاتي يشوفوها كيفاش تجي. انتما كي تجي راه باقا سخونه، تشوفوها انتما يشوفوا هنايا كي تجي. راه ما فالتليفون راه ما اليوم ما عرفتش علاش ما مبينش ليا، ما وضحش التصاور مزيان، راه ما درتش بديالي، كملت عاب ديال ولدي ماشي كمل. هذه دابا تشوفوا ها هي كي جات، وراه تجي من الداخل قلت لكم تجي معلكه، يعني ما درت فيها لا سكر لا والو، ولكن تيطلق هذاك السم ديالو تيولي بحال هكايا. وديال الكيكه ديالنا اخواتاتي، ولا عجبتكم ديروا اختكم شي لايك، وكتبوا لنا بان اللي عجبتكم ولا شي حاجه. راه دائما تنحضر معكم الوصفات اللي تندير، وكنتمنى يعجبوكم، ولا عجبوكم كتبوا لنا في التعليق ديالكم زوينا. وراه ما تنبغيش نطول عليكم في الفيديوهات باش تقدروا تشوفوا الفيديو ما تملوش منه. وهذا هو الكيكه ديالنا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.